السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف، وبهذا الفيديو بدنا نلعب زي ما انتم شايفين التنين مدمر أول مرة يدخل في القناة بالمنزل جارح. مش أول مرة بدخل في القناة، ثاني مرة، لأنه بالفيديو السابق فات مع محارب الشرس. فقبل ما نبلش لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الحماسية القادمة، و خلينا نوصل هذا الفيديو ولا 10 لايكات. وزي ما انتم متعودين بالفيديو السابق كان معي ابن خالتي وهسه ابن خالتي الثاني، وبس ويلا نبدا. فنسيت اقولكم انه النزال له 5 نقاط، اللي بجمع 5 نقاط هو الفايز. ويلا نبدا. 3 2 1 الاولى. طبعا انا المنجل الجارح اللي هو هون. وابن خالتي التنين. لا يا منجل، لا يا زمن. 1-0 للتنين. 3 2 1 لا. دبل بيست، وبعدها 1-0 للتنين. 3 2 1 لا. للأسف الشديد 2-0 للتنين. 3 2 1 لا. يلا يا منجل حطمه، فكفكه. المنجل صار ضعيف هاي الأيام. 3-0 للتنين. 3 2 1 4-0 للتنين. 3 2 1 يلا يا منجل. وخمسة صفر للتنين. وبدنا نعمل جولة إضافية لأحلى متابعين اللي بيتابعوا الفيديو لهسا. طبعا هيك التنين فايز، بس يلا جولة إضافية. 3 2 1 دبل بيست، احلى ختام، احلى كل اشي. والبلابل ختموها باشي نار. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات للفيديوهات. بعرف شو بخبص، وبس ومع السلامة.